ماما حلمت انه جه لاختي عريس عند خالي، وماما وجدتي كانوا في البيت التاني، والبيت ده قريب من بيت خالي وخالتي، هي اللي كانت موجودة معايا هي وخالي. قال اعملوا كيكة، العريس قال لا خليها يوم التلات. موضوع لا يتم. ويوم التلات برضو وحش في الحلم جدا زي الحقيقة. تلات واربع، تلات واربع يعني مش مستحبين في المنام، معناها وقف الموضوع، عدم تمامه. والسبت كمان، السبت ثبات، الموضوع واقف. مش حلوين. هو الخميس حلوة، والاثنين حلوين قوي. ويكند ممكن نخرج. طيب.